مساء الخير. كلما أثرنا موضوع السياحة في الجزائر إلا وتقفز مدينة تيميمون بأضرار كأول الأقطاب السياحية في الجزائر، لكن هل مدينة تيميمون بخير اليوم؟ وهل لا تزال هذه المنطقة العريقة جديرة بلقب أهم قطب سياحي في الجزائر؟ هذا ما سنكتشفه سهرة الليلة في عدد اليوم من برنامج القصة وما فيها في هذا العمل الذي أنجزه الزميل حسن جزائري. نشاهده ثم نعود من أجل النقاش. بعد أكثر من ساعتين تحط بنا الطائرة على أرضية مطار تيميمون. لم نأتي للسياحة هنا، ولكن لتقصي وضعيتها. من الطائرة كانت تظهر لنا أكوام القمامة المحيطة بأرضية المطار. نتجه إلى حدود السياج الخارجي على مسافة 3 كيلومترات من مركز الردم التقني. تنتشر مفرغة عشوائية للنفايات وبقايا البناء. شاحنة تستعد لإفراغ حمولتها من بقايا البناء. ندخل مركز الردم التقني لنلتقي بأحد المسؤولين. وانتم شفتوا لابوبيل داخلوا بحية مغمومة، فهمتني؟ المشكلة انه لابيسي هي اللي دير لاكوليت تجميع على مستوى البلاد، فهمتني؟ مش حنا، معناتها اللي جابوا لنا ريكيبيريوها ريسيبسيونيوها، فهمتني؟ اللي ما جابوش يقعد عندهم، عندك دي شي سبوبة ما تكملعليش. تسمى الوضعية اللي شفناها هيك برا البلدية هي اللي متخصصة فيها. وتشوف راهو جيت في الطريق هذه وتشوف المشكلة هذه. حاجة من عندي أنا محبوسة عليك، فهمت؟ باش نصرح لكم بسونتر ما نقدرش. وهناكم تريتي وكم تريسيكلي؟ إيه، عندنا ريسيكلاج كنا نخدموا. نشوفوا نقدروا؟ تشوفوا إيه. بصحة المسؤول بالمركز يعترف بالوضعية الكارثية ويحمل البلدية مسؤولية تجميع النفايات ونقلها. من جهتها بلدية تيميمون تكذب هذا التصريح وترد. في الحقيقة هذا ليس صحيحا، لأن احنا عندنا اتفاقية مع مركز الردم، وحنا مركز الردم رانا نطالبوه دائما بانه هو يتنقل للمنطقه هذه، يعطينا بعض يعني الملاحظات اللي يلاحظها، خاصه لما يلاحظ بعض السواق تاع البلديه ربما ياتي في وقت متاخر يرميها خارج، ممكن هذا جدا. نتجول معه داخل المركز معتمدين على التصوير السري لنقل الواقع بعد ان منعنا من التصوير. هذا ما يتم تجميعه وتحويله هنا، بعض بقايا المواد البلاستيكية فقط. السلام عليكم. السلام عليكم. نبرسيهم، فهمتني؟ نبرسيهم الكرتون وحده، البلاستيك وحده. وكانت عندنا برواية هنا، راح نبرويو بها البلاستيك. أكوام من القمامة على حدود سياج المطار. بهذا المشهد نستقبل السياح. جيتوا في الطيار في الفول. آه. الفول تهود منه، مشتوهاش فوقها تبع او الايروبور. البريمي بيس تاع الايروبور هاي لك، فهمتني؟ معناتها اوتوماتيكمون شي انفيتي ولا سايح لتيميمون ما يقدرش يفوت فوق لا ديشارج بريميرمون ويشوف حاجه زبل. الحاجه الاولى اللي يشوفها تسمى سائح الاجنبي زبل. ما نقولوش انت راك ولد الجزائر. هي تعرف الحاله. لا بال كاين الزوبيا. مي كاينه في بلايص. اون كوتي، فهمتني؟ هذا هو لوكازي نفرغوا فيه حنا لا ديشارج ونديروا لونفيسمون شاك فوا. يعني درنا لونفيسمون تحت، نعاودوا دركا نديروا لونفيسمون نهار تكمل لا كوتي. باه نديروا لونفيسمون.
ظاهر هذا المركز أنه غير مطابق للمعايير المعمول بها في هذا المجال. بعد خروجنا من المركز صادفنا هذه الشاحنة التابعة لبلدية تيميمون، وهي تقوم بالتفريغ العشوائي. نواصل جولتنا في تيميمون، النفايات منتشرة في كل مكان. نلتقي بمحمد، لم يكشف عن هويته. هو على اطلاع بالوضعية البيئية وكذا تفاصيل مشروع مركز الردم التقني للنفايات وعدم مطابقته للمعايير. بون باش نهضروا على مركز ردم النفايات. هذا بروجي نهار خرج ما خرجش كما راك تشوفوا دركا. بروجي هذا نهار اللي خرج خرج كامل ومتكامل. كانوا فيه كاع لي لو. بصح كي جينا نشوفوا يعني من بعد نهار اللي دارت يعني الرياليزاسيون، يعني المركز هذا ما ولاوش فيه الحصص اللي كان اللي نداروا في ليتيد نهار الاول. يعني كانت فيه 18 لو والنهار اللي وقعت رياليزاسيون ولاو فيه 4 لو. اللي لو الاخرين ما عرفناش حنا وين داروا. هما راك تشوف يعني كاين دو كيفات والميزان عنده عام اللي جا والمباقي ما كانش ما كانش محرقه ما كانش يعني ما كانش يعني لا 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 يعني وين يعني نديروا الفرز ما كانش يعني ما براسك ما فيه والو. راك تشوف كلوتور هي التاليه وما فيش. حسب محمد فإن قيمة المرافق الناقصة في المركز تم تحويلها واستغلالها في ولاية أخرى. الحصص هادو خدموا بهم جهات واحد أخرين. يعني هاد لي لو اللي نورمالمون ترياليزاو في تيميمون نداروا في جهة واحد أخرى. مشروع عشوائي. يعني مراكز الدولة دارت المراكز تاع يعني ردم النفايات باش ما يكونش عندنا نفايات. بصح اليوم راك تشوف شي الملاحظ والشي الغريب هو انهم حتى البلديه وما راهيش تستعمل مركز ردم يعني ردم النفايات. راهي تجي حدا مركز ردم النفايات بعيده عليه يعني ب 500 متر وترمي النفايات نتاع البلديه. هكذا تغيب شمس الواحه الحمراء على اكوام القاذورات مترجمه الوضعيه الماساويه لتيميمون. يوم آخر في تيميمون. قاد أحد أبناء المنطقة دليل سياحي منذ السبعينيات، يقودنا في جولة بين القصور القديمة لتيميمون. تورسيست محطتنا الأولى. توسيت سي تان فيلاج كي ديستوند دو 12 كيلومتر دو تيمون. سيت وازيس ا جوي ان غران رول دون ليستوار دي غولارا اكزاكتومون او 17 سيكل ايزون فرابيزي لو دينار غولاري. دونك بور فو دير كو سيت ريجون سيتي ان بتيت ايتا. واحة خضراء فجارة بخرير مياه ظلال مطلة على الصحراء إمكانيات سياحية هائلة تحيط بقصر أثقافع وتعكس جزءا يسيرا من تاريخ منطقة غورارا. تيمون ستروف سير لان دي غران زاكس كاراباني كي لي لو نور افيك لافريك. انفان حنا نديزي لو سودان. لو سودان اوترفوا سيتي لو مالي، لو نيجير اي لا موريتانيا. دونك تو لو كوميرس فرونساريان ترانزيتي بار لا. اي مسيو ابن باتوتا لان دي بلو غران جيوغراف نور افريكان ا ترافيرسي سيت ريجيون او موين اج اي لا ديكري. Sa description parlait de une centaine de qsour et 450 forteresses comme celle-ci. Cette forteresse-là, elle s'appelle Etgafa, le qsour de Etgafa, qui est dans l'enceinte de Taoursit.
هذه الآثار البيضاء المحيطة بالقصور هي عبارة عن ترسبات للمياه الجوفية والتي تركت آثار الملح فوق التربة، ما يعني أن مسطحات مائية كبيرة كانت تحيط بالمنطقة قديما. Ces ressources-là, ils sont autour d'une grande sébra qui avait 80 km de long sur une largeur moyenne qui varie de 5 à 25 km. Et les ressources étaient autrefois tout autour. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette présence de mer intérieure autour de laquelle se sont établis les gens. Et après le rabattement de la nappe générale du continental intercalaire, le niveau a rabaissé jusqu'à l'assèchement de la sébra. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous avez remarqué tout à l'heure ces plaques blanchâtres? C'est ce qu'on appelle des remontées d'eau. En remontant les eaux, ils libèrent du sel. نقتحم هذا القصر القديم لمعاينته. هكذا كان بناء سكان تميمون قديما بسعف النخل والطين. أسوار القصر منهارة بشكل كبير. هنا صادفتنا أكوام القمامة. حتى هذا المعلم السياحي لم يسلم من النفايات. Vous voyez cette dégradation. Cette dégradation ne date pas d'aujourd'hui. Elle date depuis longtemps. Pourquoi? Parce que cette région n'a pas été classée et que peut-être les autorités n'étaient pas bien informées sur l'histoire de cette région. C'est ça ce qui fait qu'elle se dégrade. هذه المعالم لم يشملها الترميم وكذلك لم يعنها التصنيف. تاريخ يندثر ويختفي ببطء. Il faudrait que cette région soit classée pour qu'on puisse intervenir sur le bâti. Sans classement, on ne peut pas intervenir sur le bâti. D'ailleurs, dans la région du Goras, qui a été classée, il y a un grand rassemblement populaire qui se fait à l'occasion de la naissance du prophète, d'une part, et on a aussi un répertoire de musique locale qu'on appelle Ehlil. Ces deux trucs-là ont été classés comme patrimoine immatériel universel par l'UNESCO. Donc ce qu'il nous faut, que cette région soit particulière, comme la vallée du Mzab. Le Mzab, il est classé. Mais le Gourara, il est dans un grand ensemble de classements entre le Tizikit, le Touat et le Gourara. On voudrait que cette région, avec sa particularité et ses richesses, soit classée seule. لتتبع وضعية السياحة نلتقي إسماعيل. مرحبا بكم. صحيتوا؟ إن شاء الله. مرحبا. تفضلوا. صاحب هذا المركب السياحي. بيت الضيف. تفضل. فوالا راكم تشوفوا هذه بيت الضيف يعني الاستقبال. فهمت دونك لا ريسبسيون. كما تشوفوا يعني شكل معماري شكل تقليدي صحراوي. موريسك يعني اندلس يعني كل شيء يعني كل الانواع تاعنا تاع البلاد. مرحبا. نتوجه الى ساحه المخيم. تفضل. هذه الرحبه. فهمت هذه الرحبه لهنا نستقبلوا الناس ولا هذيك كي تعود حفله ويكون الحال مليح نديروا الحفله هنا نروحوا نشوفوا المطعم. تفضل. رانا في المطعم كان 160 مقعد الشكل معماري يعني شكل تقليدي. داخل المطعم لفتت هذه الصور الإشهارية القديمة انتباهنا، صور تروج للسياحة الصحراوية في الجزائر. الإشهار تاع بكري في العشرينات والثلاثينات بكري شوفوا واش كانوا يديروا الوقت هذا كان هذا كانوا سواح اوروبيين كانوا يجيو بكثره لهنا في الصحراء
يعني مذبين احنا درك ما نديروا يعني حوايج كيما هادو. اشهار السياحه في الجزائر كي كانت الجزائر هي رقم واحد في السياحه الصحراويه. نواصل تجولنا داخل المخيم. البيس هذا بشكول هذا هو اللي كان البيس الاخر في الصحراء، في الصحراء الكبرى اللي كان يهبط البرج باجي مختار، تسمى درك ما عادوش، ودرك راني قاعد نخدم فيه وان شاء الله هذا اللي يعود يجيب السواح يجيبهم من المطار. روح تشوف تبقى في الذكريات هذه. ها هي بكري كان يدير اضرار برج باجي مختار، ودرك في الصحراء كامله ما عندناش كار ولا لي بيست كيما هادو اللي يديروا الصحراء اللي يديروا لي بيست. نروح تشوفوا البلو بيرد اللي كان يدير برج باجي مختار، مرحبا بك. ما طلعوا تشوفوا اللي راهو قاعد خدم في الصحراء وقاعد لبس عليه، شوفوا الدخل كيف داير. رغم كل هذه السنين حافظت هذه الحافلة على شكلها الداخلي، وببعض الصيانة فقط ستعود إلى الطرقات. من هنا تظهر غرف نوم المخيم معزولة عن المدخل، نتوجه إلى هناك. هنا الإقامة، كان البلوك هذو كان ربعة، كل بلوك فيه ربعة شنابر. غرف واسعة لكن خالية من كل التجهيزات الفندقية، فلماذا كل هذه البساطة؟ ما فيهاش لي كوموديتي باسكو اللي يجي للصحراء مشو يعني كيما في الشمال ولا في البلدان راح لهنا، اللي يجي للصحراء باش يحس الصحراء، فهمت؟ لازم حاجه تكون بسيطه تكون نظيفه، النظافه يعني هذه يعني الحاجه الاولى. لهذا تشوفوا يعني كل شيء لهنا، ما كان لي تلفزيون لي ويفي لي ريان دي تو، ما كان والو. الناس يجيو باش يريحوا، فهمت؟ الناس الاغلبيه اللي يجيو من الشمال يهربوا من جهنم تاعكم تاع الشمال، يجيو باش يريحوا، بس كي يجيو باش يريحوا ما يسحقوش هذو الحوايج. نصعد إلى سطح المبنى، إطلالة على مناظر طبيعية خلابة. شوف السطح عنده دور كبير، وفي عندنا هنا في الجزائر في المغرب كامل الصح عنده دور يعني اجتماعي، دور حساس. وزيد النظرة، هاك تشوفوا النظرة هذه يعني نظرة خلق العادة ما تسيبهاش، ونظرة على 360 درجة دائرة سائرة، يعني النظرة على العرق، النظرة على السبخة، النظرة على لاكورنيش، يعني البلاصة هذه خلق العادة تاع الصح. هذه يعيطوا لها السبخه. وبكري انا ذاك بكري كان الملح يدوه من الهيه باش يدوه القوافل يدوه للمالي. وبكري الناس الكبار هنا تاع المنطقه هكذاك العائلات تاعهم الكل يروحوا يدوا الملح لهيه، يسمى درك مع الملح يعني هامل، فهمت؟ هذه هي السبخه تاع تيميمون. الطول تاعها قول واحد 25 كيلومتر يعني طول، والعرض مع بين 8 و 10 كيلومتر. المشروع مكتمل وكل شيء مجهز، لكن المخيم لم يدخل حيز الخدمة، فما المشكلة؟ المشكل رقم واحد هو الماء. لهنا في المنطقة هذه ما كانش الماء، والقانون تاع الاستثمار يقول لك يعني الدولة توفر تريسيتي الماء هذيك. احنا الدولة ما وفرت لنا والو، تريسيتي اللي تشوفوا فيه احنا اللي جبناه تريسيتي، فهمت؟ الطريق كيف اي حاجة، يسمى القوانين تاع الدولة تاعنا في الاستثمار
في الاستثمار خاصة يعني في الصحراء يعني لبس بهم يعني قانون يعني إيجابي 100%، بصح التطبيق تاع القانون ما كانش. هذه البئر لم تكن كافية لسد احتياجات المخيم من مياه، والسلطات لم ترخص لإسماعيل لحفر بئر بعيداً عن المخيم لتوصيل المياه. كان يكون الماء نفتح منا 48 ساعة، خطر كل شيء مجهز. عدنا الماء، هنا درنا 3 تاع الفراش، ما فكانش الماء، عندي حاسي بير نشربوا منه، عدنا شوية ماء. الزبون كيجي لازم 24 ساعة، على 24 ساعة عنده الماء، الماء بارد والماء سخون. هذه يعني حاجة ما تجمش تهضر على الصحة ولا على السياحة، لكن كانش الماء. خزان المياه هذا أنشئ ليبقى فارغاً. هاي لهنا الخزينة تاع الماء لبشعو، فيها 300 متر مكعبة قطرة تاع ماء ما فيها. وهذه هي الكبيرة لهنا في تيميمون كاملة. هذه هي القرية السياحية بتيميمون، مشروع أعلن عنه سنة 2015، رصيد له غلاف مالي يقدر بمئة مليار سنتيم. نقتحم محيط المشروع. بدأت الأشغال هنا في جانفي 2016 على أن تكتمل في مدة إنجاز حددت 18 شهراً للشطر الأول. بعد أكثر من عامين هذا ما تم إنجازه. بعض الأعمدة والجدران. المشروع متأخر كثيراً. نلتقي بهذا العامل في الورشة. لم يلتحق هذا الفريق سوى قبل 3 أيام. هذا المشروع قطاعي تابع لوزارة السياحة. نتوجه إلى المديرية المنتدبة للسياحة بتيميمون للاستفسار عن الموضوع. حبينا اليوم نشوفوا رأي الإدارة حول وضعية السياحة في تيميمون. مديرة دائرة مالادي، دائرة مالادي، مديرة مالادي. أي دائرة مالادي؟ عندها مالادي. وشكون اللي في بلاصتها؟ واحدة هنا بين الأمانة، ما غاديش يشدها. المديرة في عطلة مرضية ولا أحد بإمكانه التصريح حول مشروع القرية السياحية. هذاك تابع لهنا؟ قبل تجي المديرية هو كان كيف في البلاد هنا. ديوان سياحة. لا عندكم عامين من يتهم؟ ايه، والديوان السياحي عندهم بزاف. ديوان السياحة بتيميمون وجهة أخرى قد نجد فيه إجابة عن الانشغالات. نحن في الساعات الأولى من الصباح، لكن الديوان موصد الأبواب، لا تظهر من الداخل سوى بعض هذه الأزياء التقليدية والتحف المحلية. مقر المقاطعة الإدارية بتيميمون، هنا سنستفسر عن مشروع القرية السياحية مع الوالي المنتدب. القرية السياحية تأخرت مدة 6 أشهر، توقفت لأسباب تقنية، ثم استعدت في العمل، ونسبة تقدم الأشغال بها بلغت 35 أو 40% فقط. المشكل لا يكمن هنا في تأخر الإنجاز فقط، ولكن حتى اختيار الموقع كان سيئاً حسب مختصين، فهو بعيد عن المنطقة السياحية بتيميمون المطلة على الصبخات والواحات. قبل ما يبدأ هذا القرية هذه السياحية، قال ديروها في التوسع السياحي اللي راهو هنا داير بنا. علاه داروها الفوق؟ هما راحوا داروها الفوق وين دولة عطات 2000 قطعة تاع أرض باش الناس يبنيو. يسمى هذه القرية السياحية راح تولي معزولة،
معزولة دايرين بها السكان، يعني حي شعبي، هذا يعني ما يجيش في العقل. والله فيه تقنيين وفيه مختصين في السياحة، وتقريبا هم الذين اختاروا هذه المنطقة لعدة اعتبارات تقنية وسياحية، ونحن وافقنا على ذاك المكان. القرية السياحية هذه حاجة ملحة، بالصح رانا في 2018، حطوا في بالكم حاجة، رانا كان ثلاث بلدان في العالم وين الأغلبية نتاع الفنادق ملك نتاع الدولة، كوريا الشمالية، كوبا والجزائر. المركزية في تسيير المشاريع السياحية من بين العراقيل الرئيسية هنا. تيميمون هي ولاية منتدبة اليوم لكن بصلاحيات محدودة. بديت نهضر على تيميمون ولاية في 1989، واني في الجرائد خرجت. درنا ولاية ديليغي، بصح ما عندهاش صلاحيات، ما عندها حتى صلاحيات، صلاحيات في الاستثمار ما عندهاش. في قلب مدينة تيميمون يوجد القصر القديم، معلم ينهار كل يوم. نلتقي بالحاج بركة أحد شيوخ الأهلية، تراث شعري فني أدرجته اليونسكو ضمن التراث اللامادي بالمنطقة. أهل المعني ما نحكي لك، أنا من صغري بحال نعشق هذا الفن، هذا تاع أهلي يعني. الشيوخ الكبار علموني الحمد لله الله يرحمهم، ياما بقى منهم حتى واحد، هما اللي دخلوني في هذا الدومين تاع اهلي. واليوم راهو داخل ضمن التراث. الله اكبر، تراث عالمي. الحاج بركة يتحصر على وضعية قصر تيميمون القديم، كيف لا وهو احد ابناء هذا القصر. كان في عمري تبارك الله 69 سنه في عمري، يعني يعني كما راني نشوف يعني ذاك النهار واليوم تغيرت على ياسر. زمان كنا نخدموا السما ما كانش كاع، كنا نخدموا غير بالطين، يجيبوها من الجنه ونخمروها ويخدموها الناس. زمان زين مش كيما درك، تقع على منطق الناس تزرب على الحقيقه، والناس كاع هجرت من القصر ياسر. زمان كان القصر يعني كان القصر سي تيميمون، في تيميمون هنا كان القصر هي تيميمون. بصح اليوم دعوا اخوات في القصر هنا، حد راه في 200، حد راه في 50، حد راه شكون اللي ما يبغى تصريف يعني تاع التراث نتاعو. ولكن احنا ماناش عاطينا اهميه، اما الحقيقه يعني نورمالمون تراث عالمي، يعني لازم احنا نعطوه القيمه. بين هذه الازقه الضيقه نلاحظ اثار الاهمال والضياع وتغير النمط العمراني القديم المبني بالطين. هذا المغسل العمومي احد المعالم التي نجت من الخراب. هنا هذا وين يغسلوا كاع الناس القشه نتاعهم، اسموه بوهدي، اسموه بوهدي. هنا كانوا دي شغل دي ضال مخدومين، وكانت الساقيه جايه، الناس كاع يغسلوا هنا. العين مازال ما كانش داخله البلاد، كاع الناس يغسلوا هنا قشهم، وكانت هذو كاع دي بالمي، هذو كان هنا جنه. حتى فقارة القصر لم تبقى على حالها. اليوم ما بقاش مغسل، لأن الفقارة نقصت، أي وقل كل شيء فقارة نقصت لي سيشي، ما ناش عارفين. هما راهم يقولوا بلي كاينين الناس اللي يخدموا الفقارة وكاينين جمعيات متكلفين بها، لكن الفقارة نقصت. القصرية راك تشوف تاع لي ستريبيدلو راحت تكسرت، ما كانش لي ريباريها، دوماج. المسجد العتيق من الشواهد الحية على عراقة المنطقة، رغم السنين لا يزال يقاوم. المسجد العتيق بتيميمون، وهو أقدم مسجد في المنطقة، بني ما يقارب في 682 هجري، يعني لحد الآن ما يقارب 7 قرون. هذا المسجد، هذه التحفة المعمارية، وحوله هذه السكنات الموجودة، ويتوافد إلى هذه المنطقة دائما سواح من مختلف البلدان من أوروبا، ويطالعوا على البناية وخاصة
المعماريين والمهندسين دائما يعني طلعوا على العمل القديم أو الآثار القديمة الموجودة في المنطقة. إن سلم المسجد العتيق فإن محيطه لم يسلم من حملة التغيير والتحديث التي قضت على البناء الطيني المعروف في المنطقة. والله وضعية البنايات يعني مزرية صراحة، مزرية، لأن الحال المعمار الأثري التاريخ الموجود قديما صار غير موجود الآن. هذه المنطقة منطقة معمارية أثرية، حدث لها بعض التغييرات، أن حتى السكان صاروا يبنون يعني بنايات غير طوبية يعني بالإسمنت، فتغير الآثار القديمة. ويا حبذا يعني احنا نتمنى أن هذا الأثر القديم يبقى على حاله. في ظل اندثار التراث العمراني يحرص هذا المركز على إعادة بعث البناء الطيني وتشجيع السكان للإقبال عليه. هي مؤسسة عمومية تابعة لوزارة الثقافة، تم إنشائها في 2012 ودخل حيز العمل في 2014. هذه المباني اللي راهي عندنا قادرة تزيد تعيش لما الناس تقبل هذه الفكرة، عبر التكوين، عبر قيام بدي شونتيي بارتيسيباتيف، دي بيلوت، دي بروجي بيلوت، مشاريع اللي نوروا من خلالهم للناس بلي نقدروا نديروا هاد الحاجه. لتما نبداو نحوسوا نسقموا على مستوى يعني الواقع وفي التيران. هذه المجسمات تم بناؤها بالطين والتبن، مواد طبيعيه محليه، هكذا كانت تزين القصور القديمه في تيميمون. نديرو هنايا تكوين تاع اليد العامله مثلا تاع الزخرفه، وانا نكونوا كذلك الناس في مجال التقنيات يعني لي زارشيتاك لي انجينيور، وكذلك نعملوا مع الادارات المحليه باش نسيو نعاونوهم باش يفهموا هذا الباتريمون اللي عندنا، هاد البنايات كيفاش تمشي وكيفاش يقدروا يكونتروليو كاليتي تاعها، كيفاش يقدروا يتعاملوا معها طريقة علمية حديثة اللي تضمن معيشة يعني مليحة للناس اللي يقعدوا فيها. يعد هذا المركز القاعدة التقنية للسلطات في حال بعث مشروع ترميم القصور القديمة. هنا عندنا احنا لدى غطاء يدوية مانويل اللي فيها نسحقوا التربة، من ثم نفرغوا التربة تاعنا، نعمروا الشريو تاعنا بهذه الطريقة، نتأكدوا بلي راهم بيان مستوي، من ثم نعاودوا نتبع الشريو تاعي. هنا نتأكد بلي صاحبي ما راهوش في وضعية خطيرة، ونغلق الماشي. دركا واش يقعد؟ يقعد باللي صاحبي يجبد البرا بالعقل. هنا خرج البلوك تاعنا. هذه الزخارف الموزعة عبر الحائط ليست لهدف جمالي فحسب، بل يوجد خلفها مبدأ تقني في العمران الصحراوي. من التقنيات تلبس نلقاو فيهم الزخرفة اللي هي حاجة يعني ثقافية وفيها تراث كبير من ناحية الأشكال اللي هي تعطي طابع المحلي للمنطقة، ولكن كذلك فيها بعد تقني باش تخلي لنا واسمو التلبس تاعنا والميلات تاعنا يكون اكثر صلابه. كتشوفوا بلي يعني الطريقه تاعو محطوط بطريقه مليحه. من التقنيات الاخرى هذا الاستعمال تاع ميلات عبر القطف تاعو باليد، اللي هي راكم تشوفوا هنايا على حسب اليد تاع العامل اللي يخدمه، وهذا كذلك عنده الزينه تاعو من المظهر الخارجي، ولكن الفائده تاعو هو يكسر اشعه الشمس ويعطينا الظل من ما يخلي الجدار تاعنا ما يسخنش بسرعة.
كل هذه الألوان ورغم تعددها هي طبيعية المصدر. مثلا سيليلوز اللي هي لصقة تاع الخرب، مثلا فارين دو بلي اللي هي تاع القمح، هادو الحاجات اللي نزيدوهم في الخليط تاعنا، احنا نخلو الميلات تاعنا يقاردي اللون تاعو وما يطلقش في الملابس. نعود إلى دليلنا السياحي قادة ليروي لنا شيئا من خبرته التي تعدت 30 سنة في مجال السياحة. J'essaie à travers de ma profession de donner d'abord une situation géographique de la région, un aperçu historique et un aperçu anthropologique qui en regroupe le tout. قادة كان شاهدا على السنوات الذهبية للسياحة الصحراوية في تميمون. Les gens venaient s'installer directement chez l'habitant. Les gens d'ici ont pris l'habitude, à partir du mois d'octobre, quand ils terminent leurs travaux agricoles, ils laissent tout le temps une petite parcelle pour des gens qui viennent d'ailleurs pour camper. Bien que sur le plan communication, les gens ne connaissaient pas tout à fait le français, mais on a un langage gestuel. Donc le touriste, quand il vient avec sa tente, sa lampe torche et tout dont il a besoin pour s'installer dans le jardin. Ils commencent à observer. Pourquoi? Parce qu'eux, ils veulent apprécier la vie des gens qui vivent dans le sud. Comment ils vivent? Comment ils travaillent? Et commencer à relever des notes. À travers ces observations-là, ils peuvent avoir une idée des besoins de ce fait-là. Quand ils partent en France, ou bien en Italie, ou bien à Kigour, ils envoient des colis avec des effets scolaires pour les enfants, des vêtements. هذه القدرات الطبيعية تحتاج اليوم لمن يبعث فيها روح السياحة من جديد، لكن بأساليب منظمة. Il faudrait créer une école de tourisme saharien comme l'école de Tizi Ouzou ou les autres écoles. Parce qu'il ne peut pas venir de Tizi Ouzou ou d'Oran pour développer le tourisme là. Il faudrait créer une école spécifique du tourisme saharien. فندق جنان مالك. منذ أكثر من 10 سنوات وهو يسعى لجذب السياح إلى هذه المنطقة. موقع مميز يطل على واحة وصبخة تيميمون. الإكسبيرينس أنا بديناها 2005. جاتني هكذا ليدي، قلت نديروا حاجة في الصحراء باش نقدروا نستقبلوا الناس ويجوا يشوفوا سورتو بلادنا، باسكو عندنا بلاد شابة بزاف ولازم كاين بزاف ناس ما يعرفوهاش سورتو الصحراء. كاع حياتي وانا صغير وندور في الصحاري وشفت كاع شوية الجزائر، قلت علاش ما نديروش حاجة باش نستقبلوا الناس بوفوار اكوير دو موند، وراحت ليدي هكذا يعني. بنمط عمراني صحراوي يحرص الفندق على توفير كل ظروف الراحة لزائريه. المشروع يتوفر على دونك ليبرجمون، دونك نبيتو الناس نوكلو الناس، اون ريستورون عندنا كافيتيريا اللي يحب يجي يستقهوى، عندنا مسبح ونخرجوا كان اون في دي سورتيون 4x4، نخرجوا الناس بلي كيد يحوسوا يشوفوا كاع لا ريجيون القصور اللي كاين. يعني هاد الصحراء كانت مسكونه من البكري، هذا اللي يحير الأجانب، خاطر كاع الصحاري اللي كاين في العالم ماشي مسكونين، وحنا في طرف الصحراء تلقى قصر تاع فاميليا كبيرة، وهنا غير في لا ريجيون هذه تاع قرارة كاين أكثر من 350 قصر. كل شروط نجاح السياحة متوفرة هنا، لكن هذا المرفق شبه خال من السياح الأجانب، فما السبب؟ أجانب ما يجوناش، خاطر ديجا الأجانب راهم دايرين لنا واحد الشعار بلي هنا دون سي دونجورو لالجيري، وهنا في لالجيري ما كاين حتى دونجي. لو كان تشوفوا في لي سيت اللي كاين كي طابيو لالجيري تلقاوها توجور اون زون دونجوروز، اون زون اريسك، اون زون. دونك هذا سي لا بخوميييغ انفلونس اللي قاست باش السياح لي زيترونجي ما يجوش. لا دوزيام raison, Ghana, c'est un petit problème de visa. Donc, ils ont des visas, ça devient
سي ديفيسيل باش السائح يجي لهنا لازم نبعثوا له دي انفيتاسيون اي سا بران دو طون حتى دي فوا يرونس يقول لك بون جوي ايور على بالنا بلي سا سو في با ريسيبروسيتي دونك كيما مي يعطيونا لي فيزا ديفيسيلمون كيما الجزائر تمد دي فيزا ديفيسيلمون دونك هذا الى كون ميم ان امباكت سور سور لي توريست. نحن في الأيام الأخيرة من سنة 2018 نبحث عن حالة أخرى من المعاناة والركود السياحي. سلام على السلام. يأخذنا إبراهيم في جولة داخل المخيم. هذا محل ريستوران، هذا بوليفالون الماكله، وخطرات سهرات وخطرات لي سيمينار اللي يديروهم وخطرات كلشي نجمو نديروه فيه. بيبراند ينجم يهز من 200 حتى 250 عقبه، ومخدوم بالحاله الطبيعيه بالنخل والكلاف بالمي 30 بالمي ولي كورس ولي فيبر دو بالمي ولا تير الطين والطوب. ديكوراسيون مخدومه على حساب ستيل تاع تيميمون لونسيان ديكوراسيون. كاين ناس هنا مصويات اللي يخدموه من راسهم، سي با سيميتريك، يخدموه من راسهم ومعروفين في البلاد زمان كل ديار هكا. شامبر بور كوبل افيك ان انفون وانا زي بليزيور فورمول. عندنا شحال من مكان، كاين تاع ثلاثه وكاين تاع اربعه وكاين افيك تيراس وكاين ويكيبي مخدومين تقليدي الخشب كيما شفتوهم و سيمي دور مخدومين بالطين والسيمان، وعندهم لو شود وعندهم الشوفاج سونترال وعندهم كاع ليكيبمون نيسيسير. بصح كاين مكان التلفزيون ولا فريجيدير اللي بغى 5 ايطوال ولا اكثر يمشي ليه بهم باش الراحه، يقعدوا هنا في راحه وينساو كاع الهموم تاع التلفزيون تاع الانترنت تاع الامور. هنا سي تان كامبينغ، سي تان ليو دو فاكونس بو سو ريبوزي. هذا المركب بكل مرافقه لا يوجد فيه سائح واحد، حتى مهمة الحراسة يتولى أمرها إبراهيم بعد أن سرح العمال. محطة استراحة كما هذه اللي ورد الرمال وجاي في مكان اللي هو الناس تحوص عليه بريد النشف، يمشوا الناس للباهاماس يمشوا لاغريس وما يلقاوش مكان كما هذا. من تيدي كلتين الكوك صافي بارتي دو ميرفي دو موند. وكيما هذا راك تشوف ما كاش واحد من المولود النبوي، من 27 اللي مشاو الناس المولود النبوي عندنا في تيميمون المعلوم مشاو الناس ما كان حتى واحد. واليوم ميم الكاردياج راك تشوف في براسك لو كاردياج اوناتوندو بور الوقت الحاضر. نستناو ابارتي دو 24 25 ديسمبر يكون فيها سياح براسك كومبلي و لو برومي فيد. ركود رهيب تعرفه السياحة في تيميمون. ياسر الناس دي ليو دي بيرجومون بلعوا، وياسر الناس تاع لي زاجونس بلعوا. في الوقت الحاضر السياحه مش مهتمه، نقولوا يقولوا الناس يقولوا بصح السياحه راحت. وبوكو لي ديري لي ديري كاع تاع السياحه، سواء الارتيزان سواء لي غيد سواء لي شاملي سواء الكرارس، كلشي تدهور في الوقت الحاضر. قبل 2014 كانت الوضعيه مختلفه. كان عندنا وقت لي فول شارتر كانوا يجوا لتيميمون كل سامدي من فرنسا ومن من يجوا من المانيا يجوا من كل بلاص 150 بلاص 120 بلاص كل سيمانه 2009 2010 كانوا يجوا الغاشي الكوار هادو ما لقاوش نحطوهم. و سي بور ساك يا بوكو جيت دي ليو دي بيرجمون زادو وتكونوا، مي بصح دانكو طاحت. من 2014 دانكو خطره وحده بروبليم سيكوريتير نضرت السياحه، دوك الكوار اي بي با يمشوا هكا سوز اسكورت، يا بروبليم ما ينجموش يخرجوا يحوسوا كيما بغاو، ويا دي سيركوي اوتوريزي دي سيركوي نو اوتوريزي لي بيفواك نو سون با اوتوريزي. دونك فوالا سي سا دي بروبليم اللي هما شويه خلاو السياحه. نصعد مع ابراهيم الى سطح المخيم. مناظر جذابه.
في التراس 360 دوري ورانا هنا بالوان دو ميريديان غرينويتش وعندنا نظرة في العرق الكبير لغران طريق أوكسيدونتال يدير أبابري 500 كيلومتر زمان الناس كانت دير 24 جور بور لو ترافيرسي جوسك البيض ولا العين الصفراء ودريير فو كاين لابالميري ومنها كاين القصور تاع ماسين ومزكا ومعني هادو معروفة بالزيارة تاع المولود دونك هاد لا تيراس لا بوسيبيتي ديتر لا جورني سيتوندر ورولاكسي كاع النهار وفي الليل كونتي لي زيتوا سي تاع بلانيتوريوم. هذه الآثار التي تظهر من بعيد ليست لصبخة ملح ولكن هي آثار مياه الصرف الصحي المنتشرة عبر الصحراء مروراً بالواحات. هذاك ساسي لو ريست دي زيغو توتا لي غو راهي ديبوردي دوبي دي زاني ميتنون ديزان ولا 12 اني راهي ديبوردي لي باسان دي كونتاسيون تكسروا وراهي ديبوردي غير هكا في لا ناتور راهي يمشي وين بغى يمشي يمشي مساحه كبيره سدها ودروك يا بروجي نتاع تصفيه المياه راهم في ديبي واقيلا جو نسي با مي جو نسي با وقتاش تكمل. يقودنا ابراهيم الى موقع هذه الكارثه البيئيه. بعد ان كسرت قنوات الصرف الصحي اصبحت هذه الاراضي عائمه بالمياه القذره. لتدارك هذه الوضعيه أطلقت السلطات الولائية مشروعاً لمحطة تجميع مياه الصرف الصحي وتصفيتها، مشروع عرف عدة عراقيل. سخرنا أموال كبيرة لشبكة تطهير على مستوى تميمون، ومثل ما تفضلت تم تسجيل محط تصفية وشملها التجميد ثم رفع عنها التجميد وأسندت إلى مقاولة، والآن ممكن تلاحظون بنسبة تقدم الأشغال بلغت 80%. إذن هذه محطة التصفية هي التي ستقوم بالمعالجة وإن شاء الله سيحل هذا المشكل إن شاء الله نتاع التطهير إن شاء الله. يوم آخر في الواحة الحمراء. رغم أن الجو مضطرب بعض الشيء إلا أننا سنخرج في جولة سياحية مع أشرف ودليلنا السياحي جلالي. أشرف سائح من شمال البلاد يزور تميمون منذ سنوات. أنا هنا في تميمون زائر دونك جاي من الشمال جاي فيزيتي لا ريجون كو جو فيزيت ابو بري دوبي ديزان اني تقريبا 10 سنين وانا نرجع هنايا. جذبني هنا منطقه القراره هي اول شيء هو الطابع المعماري تاعها البناء بالطين كما قلت لك سي اركيتكتور تري اوريجينال واللي طابق مع لي تشالنج العالميه اليوم تاع الطبيعه الايكولوجيك. أشرف يتحصر اليوم على وضعية العمران في منطقة القرارة. Ce qu'on remarque actuellement, par exemple, si je reviens sur le point architectural, c'est tout ce patrimoine du bâti en terre, les rats qui part en, qui va disparaître. Malheureusement, si on fait pas quelque chose pour le défendre. Un des craintes de nous, c'est que d'ici quelques années, يعني même de notre vie, on ne parlera plus de Manzilouch, on parlera de la Waha Hamra. صح الواحة تاع الباربا. في مسالك وعرة يقودنا جلالي لاستكشاف مناطق ساحرة. هذه المناظر لا يصلح معها التعليق. أشرف بآلة تصويره لن يضيع هذه الفرصة. هذه المشاهد كانت السحر الذي يأتي بالسياح الأجانب قديما ويدفعهم إلى قطع الطرقات والسحاري لملاقاة الطبيعة. هذا الرجل بعمامته وقشابيته
من بين هؤلاء الأجانب الذين وقعوا في عشق تميمون. Ça a commencé en 1976 en plein mois de juillet. Donc je suis venu sur la base tout simplement de la publicité sur le guide du routard, hein, sans autre forme de procès. Et dès le départ, je suis tombé amoureux de la région. Pas vraiment des paysages, car à ce moment-là, on ne sortait que la nuit, compte tenu de la température, mais des gens. Des gens, de la culture, des traditions, de la richesse culturelle de la population. C'est ça qui m'a fait tomber dans le chaudron, on va dire, de Timimoun. Et quand j'ai appris qu'il y avait un poste d'ingénieur qui s'ouvrait à la mission de la Caisse algérienne de développement et d'aménagement du territoire à Adrar, qui venait d'être créé à Ouliaïa l'année d'avant, j'ai posé ma candidature, évidemment, les yeux fermés, et je suis venu travailler 5 ans et demi à la Ouliaïa d'Adrar. دانيال من سائح فرنسي في تيميمون إلى عامل بأضرار غير بعيد عن هذه المدينة التي سحرته. Je venais à Timoun fréquemment, peut-être pas forcément tous les week-ends, mais fréquemment. Et quand je suis, quand mon travail était fini, évidemment, j'ai poursuivi ma carrière d'ingénieur à l'extérieur, mais en ayant quelque part dans ma tête l'idée que quand le moment de la retraite serait venu, c'est ici que je viendrais poser mon sac. Et c'est ce qui effectivement s'est produit, mais des années après. هذه الرحلة انتهت بقرار الاستقرار. دانيال سيصبح من سكان تيميمون بعد أن كان من سياحها. Mais en 2005, j'ai cessé mes activités professionnelles et là, je me suis installé ici et j'ai commencé à prospecter pour construire mon home sweet home dans lequel je suis aujourd'hui depuis 2009. ليس العمران وحده ولا الطبيعة وحدها من جذبت دانيال ودفعته لهذا القرار، لكن طبيعة المجتمع والأفراد كانت الحافز الأكبر. Il n'y a pas beaucoup d'endroits au monde où, quand on sort de chez soi et qu'on dit bonjour aux gens, on vous répond. Ça n'a l'air de rien, mais je vous assure que pour avoir vécu une grande partie de ma vie en Europe, je sais ce que c'est que la solitude dans les pays européens où il n'y a plus la convivialité, l'art de vivre, la bonhomie qu'il y a ici. Et c'est ça qui, dès le départ, m'avait attiré. On se sent vraiment adopté. C'est-à-dire que là, mes voisins me connaissent, je connais mes voisins, on se salue, je demande des nouvelles des voisins, ils demandent des nouvelles de moi. Je ne pourrais pas connaître une telle insertion dans un autre pays ou dans une autre culture que celle-là. Ça n'a l'air de rien, mais c'est la raison principale pour laquelle je suis là. تيميمون لم تغير فقط من مقر إقامة دانيال، بل دافعته حتى لاعتناق دين الإسلام. Il est vrai que ici, on voit bien la force et la puissance quotidienne de l'islam qui sont importants. Toutes les traditions de la région tournent autour de l'islam. Bon, ça c'est très important, mais ma conversion à moi, elle a fait l'objet de tout un processus de mûrissement qui avait commencé quand je travaillais ici, qui s'est poursuivi quand je suis parti au Cameroun. Bon, Timimoun était effectivement sur le chemin. Ça a beaucoup facilité ma décision d'embrasser l'islam, bien sûr. حتى اسم دانيال لم يسلم من سحر الواحة الحمراء وسكانها وتغير أيضا. Mon nom et prénom civil c'est Daniel Emery. Mais ici, il y a longtemps que les gens ne connaissent plus le prénom Daniel, puisque comme je suis converti à l'islam, et mon nom d'islam, c'est Abdelhadi. Abdelhadi. Et mon nom, Emri, a été depuis très longtemps arabisé, on m'appelle Hajlamri. Bon, voilà, donc en fait, si vous demandez Daniel Emri, les gens vous disent qui c'est celui-là, d'où il vient. Et en fait, c'est plutôt Abdelhadi, Hajlamri, ça, tout le monde connaît. يومياته اليوم لا تعرف وقتا للفراغ بين النشاط السياحي والشعائر الدينية بالمنطقة. Le matin, quand je me lève, je ne sais pas très bien ce que je vais faire. Mais d'autres le savent à ma place. Parce qu'en fait, je suis sollicité en permanence. Bon, des fois pour des trucs un peu hétéroclites, hein, mais bon, j'aide pas mal les associations. Nous venons de vivre une période très riche, qui est la période des festivités du Mouloud et surtout du Sbo. Les gens vont, ils viennent, écoutent les récits de Hamzia et de Bourda dans les mosquées. Qui sont très, avec les récitations du doua, qui sont extrêmement riches et très,
très envoûtante. Souvent, les gens sortent les larmes aux yeux. Donc, c'est pour toutes ces raisons que je suis là, finalement. C'est assez simple. هناك بين التلال والسحاري نواصل رحلتنا مع جلال وأشرف. نتوقف بقرية كالي. بمجرد نزولنا لفتنا انتباه هذه المرأة، تسارع لعرض مصنوعاتها التقليدية. لم ترد التصريح والظهور، لكن عرضت لنا ما تجود به أياديها وأيادي زميلاتها. والشيء اللي هنا يلفت الانتباه في هذا القصر هذا بالذات، هذا كالي، وأنه الناس تخدم بيديها لابوتري، يعني كما نقولوا الصناعات الطينية، القلال، هادو الخدمة كاع اللي كانت كاينة بكري، على كاع واش كاين أثاث نتاع الديار نتاع زمان، سواء فراش ولا قفاف ولا قلل، ولا مازالهم يخدموا هذه الخدمة، مازالهم متمسكين بها. حان موعد الراحة والغذاء. يتم إشعال النار ووضع شواية اللحم. الشاي عنصر حيوي هنا. لجيلالي قصة مع السياحة منذ ثمانينيات القرن الماضي. دخلت أنا في المجال في عام جوية 86-87، كنت نخدم في مخيم سياحي، كانوا أغلب الزبائن تاعنا من الأوروبيين ذاك الوقت، كانوا يجوا بالسيارات وبالشاحنات وبالدراجات النارية. كانت الأمور ماشية مليح، كانت الناس تسترزق، كان الدليل السياحي يخدم، مول الدفع الرباعي يخدم، السوق يخدم. جلالي كان شاهدا على أيام انتعاش السياحة الصحراوية بتيميمون. الحدود الغربية كانت أحد أهم معابر السياح في الماضي، فأغلبيتهم يحبذون التنقل بسياراتهم الخاصة. كانوا الحدود كانت مفتوحة مام قبل ما تفتح ما بين الجزائر والمغرب للجزائريين والمغاربة. في وقت بومدين الله يرحمه كانوا الأجانب يدخلوا يفوتوا، وكانت عندها الدولة دخل كبير من العملة الصعبة. يعني كان لازم في ذاك الوقت كان لازم يبدلوا 1000 دينار في الثمانينات وفي السبعينات ما مقابله يعني من العملة الأجنبية، من الفرنك الفرنسي ولا السويسي ولا الدوتش مارك الألماني، ولا كان يعني لازم يخلصوا ليزاسيرونس، يخلصوا كانت يعني مدخول كبير نتاع يعني من عوائد مليحة من السياحة اللي كانت تجي عن طريق البر. وحنا نركزوا على هذه، على خاطر هذه هي اللي فيها الفايدة أكثر، لأنه الأجنبي اللي يجي في الطائرة ماشي بزاف أولا، وما يقعد ليكش بزاف، ما يطولش عندك هنا، ما يدورش بزاف عندك في البلاد، دونك ما يكونسوميش الدراهم بزاف. وما ثاني لو كان يبغي يشري ولا يبغي يتسوق ولا ما يقدرش يدي معاه باجاج كبير. بالعكس، الانسان كي يكون عنده سيارته ولا يجيب بشاحنته ولا يدي يشري يشري الافريشه، يشري واش كاين كاع، واش يلقى يدي. رغم كل هذه الظروف لا يزال الامل قائما عند هؤلاء. احنا نامنوا ان شاء الله في مستقبل مليح، الامور ربما تتحسن، وحنا هاد الاموال انا محتاجينها نتاع السياحه هذه نتاع السواح، ولا نتاع سواح داخليه ولا خارجيه، لانه كاين ناس الله غالب عليهم ما عندهمش، ما راه ما كانش قاعد يسمع بهم، وهذه خدمتهم، يخدم قفه ولا يخدم زربيه ولا يخدم حاجه من الطين ولا يخدم يبيعها يسترزق بها. في نهايه الرحله استغلينا فرصة تواجدنا في هذه المناطق لتجميع بعض النفايات المنتشرة. كل هذا تم تجميعه في دقائق، وما خفي بين تلك التلال والصحاري يبقى أعظم، وينبئ بخطر بيئي قادم، ويعكس وضعا سياحيا متدهورا في الواحة الحمراء. كم هي رائعة مدينة تيميمون لولا هذه المظاهر السلبية. لمناقشة هذا الموضوع أسعد بلقاء الزميل حسن جزيري منجز هذا العمل. أهلا وسهلا بك حسن. أهلا عبد اللطيف. حسن، كيف كان تنقلك إلى مدينة تيميمون برا أم جوا؟ تنقلنا إلى مدينة تيميمون عبر الطائرة.
أنا أسأل هذا السؤال فقط لأعرف ما هو موعد الطائرة، موعد الوصول إلى مدينة ميمون حتى ندخل إلى مسألة السياحة. فمواقيت الطائرات تلعب دورا مهما في بداية فترات السياحة في المناطق السياحية. رغم أهمية ميمون كوجهة سياحية يعني كمعلم كبير، إلى أن الرحلات الجوية المنظمة إلى هناك لا توجد سوى رحلتين في الأسبوع، ربما يوم الأحد ذهبنا يوم الأحد وتوجد رحلة أخرى هي يوم الخميس. لكن مواقيت الوصول، مواقيت الوصول يعني ننطلق، طائرة تنطلق صباحا وتصل في حدود 12 زوالا، ثم العودة في المساء، يعني لا توجد رحلات ليلية. عموما الرحلات المنظمة نحو المناطق السياحية الكبرى في العالم وحتى في الجزائر تكون بالليل. خذ لك مثالا عن ذلك، مثلا مناطق إليزي وجانت وتمرست كلها مواقيت يعني ليلية. ألا ترى أن الأزمة السياحية الموجودة في تيميمون مرتبطة بهذه المواقيت المختلة؟ نعم، هي مرتبطة بهذه المواقيت، وربما أزمة سياحة في تيميمون تنعكس في هذا النظام الجوي. يعني لو كانت هناك حركية كبيرة لكانت عدد الرحلات أكبر. الخطوط الجوية الجزائرية كانت من بين النقاط المثارة حتى خلال التحقيق، كما شاهدنا حتى مع أصحاب الفنادق الذين اشتكوا من غلاء الأسعار من أوروبا إلى الجزائر وأيضا من الجزائر إلى تيميمون. يعني السعر يتراوح حوالي قريب 2 مليون سنتيم. 2 مليون سنتيم، هل هذا متوسط أو معدل؟ معدل الرحلة من الجزائر العاصمة إلى تيميمون. يعني حتى نحن نتحدث عن السياحة الداخلية بالنسبة للعائلات، لو تفضل تيميمون كوجهة سياحية خلال الربيع أو خلال العطلة الشتوية تعتبر وجهة مرتفعة الأسعار ولا تساعدهم، خاصة إذا علمنا أن المسافة ما بين الجزائر العاصمة وكل مناطق شمالية مع تيميمون تتراوح بين 1000 كيلومتر فما أكثر. ماذا عن الأسعار حسن؟ أسعار الفنادق ربما هناك مسؤولية أيضا يتحملها أصحاب المركبات السياحية الموجودة في ربوع تيميمون. أليست الأسعار الباهظة مثلا مقابل الأسعار الرخيصة جدا الموجودة في تونس مثلا أو في المغرب في مثل هذه الفترات، أليس هؤلاء مسؤولون على الأزمة السياحية الموجودة في تيميمون، هذا القطب السياحي بامتياز؟ كما رصدنا خلال العمل يعني فترة مهمة جدا، نهاية شهر سبتمبر نهاية السنة، أغلب الفنادق وأغلب المخيمات كانت فارغة خالية على عروشها. نعم. يعني من ناحية الأسعار، الأسعار الموضوعة هناك يعني غرفة ربما لشخصين حوالي 6000 دينار جزائري، يعني هو ربما سعر معقول مقارنة بالمناطق الأخرى. حتى هم أبدوا استعدادهم لتخفيض الأسعار، يعني يشجعوا فقط أرواحه فقط. يعني حسن أنت تقصد 6000 دينار جزائري يعني سعر المبيت فقط في الفندق أو يعني فقط. موجود فيه الرحلات للمناطق السياحية للقصور ولصحراء تيميمون؟ لا، المبيت فقط وبعض الخرجات القريبة، أما بخصوص الخرجات يعني اللي تكون بعيدة إلى العرق أو إلى الصحراء. نعم. إلى المناطق الداخلية يعني هناك تتطلب يعني استئجار سيارة رباعية الدفع والتنقل إلى تلك المناطق. يعني عندها تعريفة خاصة. نعم. وأسعار خاصة. هل مثلا مسألة استئجار سيارات رباعية الدفع هنالك هي في متناول مثلا السياح؟ لأن هناك منافسة شديدة من ولايات أخرى كإليزي وتمرست. يعني لماذا هذا الفقر السياحي في تيميمون؟ يعني حتى من خلال العمل نفهم كثير من الأشياء، ولكن حتى نغوص في دقائق الأمور، يعني هل هي أسعار سيارات الدفع في متناول السياح هناك؟ أسعار سيارات رباعية الدفع تتراوح حوالي 12 ألف دينار جزائري للخرجة الواحدة. للخرجة الواحدة يعني خرجة طوال اليوم، طوال من الصباح إلى المساء. يعني أغلب سيارات رباعية الدفع تعاني اليوم أنها في عطلة إجبارية بسبب غياب السياح، لكن لو نقارن أنه تنظم مجموعة من الأصدقاء تلك الرحلة يعني ربما حتكون في حدود المعقول، حتى المناظر راح يشوفوها، وأيضا يعني من بين الأشياء اللي تشجع للإقبال على هذا الشيء. لكن ربما القضية الكبرى اليوم في تيميمون أنه لا توجد استراتيجية واضحة وسياسة تدعو وتنتهج منهج تدعيم السياحة من أجل استقطاب السياح وانتعاش السياحة الداخلية كمصدر رزق لهؤلاء. شاهدنا عينات أن أناس مصدر رزقهم يتوقف على بعض الصناعات التقليدية. يستذكرون الأيام الماضية الفترات
التي مضت عندما كانوا هناك سياح الأجانب كان الكل خاصة يقتاد. مع المرشد قادر نعم مع المرشد قادر، المرشد قادر حوالي 30 سنة خبرة في هذا المجال، يستذكر يعني كان مصدر رزق الجميع كلهم مضمون في السوق، صاحب العربة الخضار يسترزق أيضا مع السياح. يعني اليوم تيميمون توقف العمل السياحي فيها هو عبارة عن توقف للحياة الاقتصادية ككل. صحيح، لأنها مركزة على الجانب السياحي. حسن، استوقفني أيضا مشروع مهم في من خلال العمل الذي أنجزته، هو مشروع القرية السياحية. هل يعقل مثلا أن يتم تركيز قرية سياحية بعيدة كل البعد عن المناطق السياحية وخارج المحيط، محيط المدينة القديمة والجديدة معزولة؟ وتحدث أحد المتدخلين في الروبورتاج عن مسألة يعني إحاطة القرية السياحية بمجمع سكاني، كان بودي أن أرى مثلا مجموعة من السكان يعطونا رأيهم. حسن، أنت اقتربت من سكان تيميمون، على الأقل ما هو رجع الصدى عند سكان تيميمون العاديين بخصوص هذه القرية السياحية؟ القرية السياحية الكل يستنكر وينتقد موقعها. نعم. أولاً الإنجاز يعني تأخر كبير في الإنجاز، والموقع غير ملائم. نعم. معروف في تيميمون أن الواحات والصبخات من أهم المناطق السياحية، حتى عندما تقترب هناك في تيميمون تجد يعني علامات مكتوب لوحات مكتوب فوقها المنطقة السياحية. المنطقة السياحية هي الواحات والصبخات والعرق، لكن القرية السياحية بعيدة كل البعد عن هذه المناطق. اختيار الموقع كان سيئا، والكل هناك يحمل السلطات المحلية المسؤولية المباشرة في هذا، وأيضا وزارة السياحة، حتى لأن هذا المشروع يعتبر مشروعا قطاعي، وللأسف اقتربنا من المديرية المنتدبة لوزارة السياحة للأسف، لكن لم نجد أي مسؤول، حتى أنه كل ذلك المقر فيه سكرتيرة واحدة. صحيح. يعني هي التي تسير، لأن المديرة في عطلة مرضية. هذا يفترض أن يكون قطب سياحي. نعم. مهم يعني. هذا يعكس حقيقة السياحة ووضعها في تلك المنطقة الغنية. يعني حتى شفنا ربما من بين القصص اللي نقلناها في الموضوع هي قصة دانيال. نعم. دانيال. صحيح. السائح الفرنسي. كيف للسائح الفرنسي أن يقرر أن يكمل حياته، وأن رحلة التقاعد رحلة العمل تاعه تنتهي في تيميمون، ويقرر أنه بعد التقاعد يعيش في تيميمون. صحيح. دانيال، الشيء اللي جذبنا في القصة تاعه أنه دانيال لم تجذبه فقط الطبيعة أو لوحات. حاج العمري بالأخر. نعم، حاج العمري. نعم، كما ولو يسموه ناس تيميمون. دانيال جذبه الطابع المجتمعي داخل تيميمون، عادات الناس، طريقة العلاقات الإنسانية. معروف أنه ناس صحراء، ناس طيبين. تيميمون تشوف نسيج الاجتماعي المترابط هناك قوي جدا، حتى أنه العادات الدينية عندما شاهدها هناك دفعته حتى للاعتناق الإسلام. صحيح. وتغيير الدين. صحيح. حسن، سؤال أخير، ألم نظلم تيميمون لما صورنا كثير من المناطق السياحية هناك إن صح التعبير، وكثير من المراكز السياحية يعني مملوءة عن آخرها بالنفايات، أليس هناك مناطق أخرى جميلة في تيميمون تحكي العنفوان، تحكي النظافة، تحكي النقاء، تحكي الماء الرقراق، تحكي النخل، تحكي التمر، تحكي الرمال، تحكي الكثبان، تحكي غروب الشمس، شروق الشمس؟ ألم نظلم تيميمون في هذا العمل؟ أولا نحن لا نجلد الذات ولم نظلم تيميمون، ولكن هذا الموضوع هو نداء، هو استغاثة من السكان قبل أن يكون من الإعلام. نحن لم نكن سوى وسيط نقل صوت هؤلاء الذين يستصرخون ويطالبون بإنقاذ ولايته، بإنقاذ مدينتهم الآن أصبحت ولاية منتدبة، ونفض الغبار على هذه المعالم السياحية. اليوم تيميمون للأسف مش ممكن نقول، لكن نقولها، مراكش ليست أفضل من تيميمون. صحيح. مناطق صحراوية في تونس ليست أفضل من تيميمون. الصحراء الكبرى هي الجزائر. إذا لم اليوم السلطات المحلية لم تنتبه إلى هذا، وحتى السلطات المركزية لم تعلم بهذه الأهمية. عصر الآن عصر خلق الثروة، نحن في مرحلة ما بعد البترول التي دائما يتحدثون عليها في المستوى الأعلى للدولة. هذا هو الوقت المناسب لنفض الغبار على هذه المعالم، وللنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي وهذه المدينة التاريخية العريقة. شكرا حسن جزيري على تلبية دعوة هذا البرنامج، شكرا جزيلا على العمل الذي كان رائع جدا. نتمنى مستقبل أحسن وظاهر لمنطقة تيميمون حتى تحيا من جديد. شكرا مرة أخرى لك حسن جزيري. العفو. شكرا.
أعزائنا المشاهدين، أما الآن نترككم مع أهم التعليقات التي جاءت حول موضوع الأسبوع ما قبل الفارط، كان حول فرقة فيبرا الأوكرانية التي صالت وجلت في ربوع الجزائر بمسرح خيال الظل. إلى ختام البرنامج أعزائنا المشاهدين، إلى أن نلقاكم الأسبوع المقبل في نفس التوقيت. سلام.